على المعهد العالي في مسرحية، بس حروح أخذ رفقاتي بعدين حكي. نحن هلا رايحين على طريقنا على ما بعرف شو شغل المسرحية. السادة المحكمون في منحة السينما في الصندوق العربي للثقافة والفنون. مرحبا، لقد قرأت استمارتكم الإلكترونية بتمعن. فكرت كثيرا. لكني لم أعرف الفرق بين أهداف المشروع وبين منهجية المشروع، بين وصف المشروع وبين مخرجات المشروع، وبين رسالة نوايا المشروع وما إلى ذلك. فقررت أن أرجع أحكي لكم عن مشروعي فيلمي بطريقتي. مشروعي فيلمي عنوانه زجاج، وتجري أحداث هذا الفيلم في هذا الفضاء الغامض اللي قدامكم، اللي هو أوضة القعدة لبيتنا، وهو أيضا أوضة الضيوف، وهو أيضا أوضة السفرة. مو أصابيعة إذا كان لابد الخمسة دوبري. مضاد الحيوانات بس عندها إفرازات الأمعاء بتخليها تاكل الطعام بدون مضغ، أما الكائنات البشرية فمن المفترض أن تضم الطعام بشكل جيد قبل أن تغضه يا معمولين على اصولهم، فيهم تشكيلة نكهات، لا فيهم تنوع خلاق لنكهات بخليك بدك تخلي اليبرقة بفمك اطول وقت ممكن لتستمتع فيها. لتستمتع فيها. عن جد نضاف. أعطي فرصة لغدتك اللعابية لتشتغل شغلة ابني. يا أمي. يعني ما انبسطت بلقمة من كل هالغدا بسبب تعليقك اللايف والاستوديو التحليلي مسحني عن كيف بدي آكل يا برأي يعني. عم اركض بالصحن أمي وحاسك لاحقتيني مثل الصقر قريش. شو؟ عندي سلسفيلة لقابليتي بقناة ناشونال جيوغرافيك تبعك عن غدد نوعية. كيف الإنسان بياكل؟ كيف الحيوان بياكل؟ ما عاد بدي آكل. ما شاء الله على هالنقزة.
بدك نقزك هذا الحكم تبع عرب التالنت هذا اللي عيونه خضر وما بيغني. احنا لسه ما خلصنا اكل. عم بتدخن كثير. رح جيب التفاح. لا يا قلبي، لا يا زميلي. يو مدام مي فيليبينو. ماما خلصي. خليكي مكانك، الدمدوم في المقعد. سامعتيني؟ اياك اليوم هيك منورة ورائعة وملعلطة لعلطة ان شاء الله الضيوف اللي رح يجونا. ما رح يجي لعنا حدا ماما. شو؟ ما رح يجي حدا؟ بيجوا لما ما منكون متوقعين زيارتهم. تذكر ماما لما كنت بنلاقيك بيت بابا بالشعلان ما في غير زيارات زيارات زيارات. ترجع تحكي لنا عن زواجهم في 17؟ يعني ماما يوم واحد اجاني 17 ضيف لدرجه ما ضل عندنا كراسي نقعدن عليها بالصالون. ابنا بعتنا الخادمه جابت لنا كراسي من عند الجيران. وان شاء الله انبسطوا بهالزياره. انبسطوا بالله؟ بشو بالتحديد بالله؟ بالحديث الحلو. الانسان بينأسر بكلمه. فن الحوار. بالتوك شو يعني؟ كل اولاد جيلي كانوا يعرفوا يحكوا. والله حلو. كل اولاد جيلي. ومو بس اولاد جيلي، وبنات جيلي كمان كانوا يعرفوا يحكوا. ماما البنت مو كانت بس والله وش حلو وجسم حلو. لا لا، كان في ثقافه وخفه دم. وعلى فكره مو ناقصني انا. بس على شو كنتوا تحكوا يعني؟ بالتحديد والله. كنا نحكي عن كل شيء عم بيصير بهذا العالم، كل شيء. كنا نحكي ثقافة، ثقافة ثقافة، مو ثقافة مبتذلة. كل اللي زاروني كانوا ملاحقين، كلهم أكابر الشام وقتها. شعب أولى باللهي، النخبة. نوال صوار هذا صار نائب مدير بنك بيمو. بس المسكين يا حرام صار معه سرطان وتوفى الله يرحمه. منذر الحلاق هذول تبع تجار الحليب واللبن والجبنه والى ما هناك. هذا دعسته سياره بهيوستن. ترك لارملته 150 مليون كاش وقدن عقارات. وين نور الدين زهير وهمام يقبرني همام. همام كان الازرق بس الجحش عمل مشكله برازيل ولبنان. قام قوصوا واحد لبناني بعتني امي ما كلهم ميتين. طلعنا لمرته نص الشارع اللي باخر السكه. على فكره ماما هو بعمره ما حبها بس كان متجوزها. كان عم بمر بحاله رد فعل ريبام. هذا الفن لا قدرنا. لازم نستمر. لكن لازم استمر. انا ما رح اترك هون. لو شو ما صار يصير رح ضلني اطبخ وارقص وغني وطبل بالدنيا وزمر بالاخره هون في بلدي. ما بترجع. لكن شي حلو. ايه حبيبتي والله العظيم عيد ميلاد ميرا. والله ما بعرف فاجأتيني. ماشي بس ماشكات كب كيك يلانجي يبرق الشرحات قالت جاتو لثمانين شخص. ما تقولي الا صار. تكرم عينك ببوله ولا يهمك. لا تاكلي هم. عم بقرا روايه اسمها نسيان دوت كوم مع سيدي لجاهدة وهبي بيفرش. لك نسيانكم مو نسيانكم نسيان نقطة كوم. رواية هي مثل تبع النت نسيان نقطة كوم. ما قريتيها؟ ما قريتيها. ايه حبيبي هي كثير بتشبه روايه ابي فوق الشجره تبع زمان. يعني هلا هي مثل ابي فوق الشجره تبع زمان. كمان ما قريتيها. حلو بس حضرتي الفيلم. برافو حضرتي الفيلم منيح. ايه هي ابي فوق الشجره تبع هلا. ليكي يا بوله بس بدي منك شغله. قولي لي شو قولي لي مشان انا خفت انساهم. ايه كب كيك يلنجي شرحات الو الو يحرق قدس الوحدان.
حابة رحب برفقاتي الجداد وقلكن إذا الفيديو عجبكن عملوا له لايك والجداد عملوا سبسكرايب. بحبكن. وهلا نحن طلعنا من المسرح وكانت كتير حلوة. بتجنن. يا ويلي شو كانت حلوة، يعني ما فيني خبركن قدي انبسطنا وهيك من ما كتير 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 مش معقول، يعني كتير موهوبين كلهم. وكانت مسرحية بتحكي عن عيلة أوضاعها ما لها كتير منيحة وشو كمان؟ ايه وانه هم ما بدهم يسافروا برات البلد وهيك قصص العيال السورية اللي كتير حلوة. والبنت اللي فاتت بحالة اكتئاب بحالة اكتئاب بسبب وضع بسبب لا كان بسبب وضع هي انه عندها هي الندبة، هي فاتت باكتئاب فظيع فيه وهيك كثير حدا اسمه جمالي طلع من هيدا شو اسمه من هيدا المود البشع. كثير كثير حلوه كثير. طبعا هلا كثير 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 برد، انا ما لي عرفانه كيف بدي اوصل على السياره. كان يوم كثير حلو، شوفوا المنظر ما احلى. اكيد حلو. يا ويلي مبسوطه لانه معناتي حبيبتي حياتي بحبك وانا كمان.